لتكون في أمان تحتاج إلى طرق خفية تخترق بها الجدران والحواجز حتى إذا اضطررت لذلك، كي لا تصل إليك أعين القناصين ولا رصاصاتهم. فكل ما يتحرك على الأرض في مدينة تعز يدخل تحت مرمى نيرانهم، ولا يهم إذا كان مقاتلا أو مدني، فالهدف قتل أكبر عدد من السكان ونشر الرعب واللا أمان. هذه جثة رجل يعاني من اضطراب عقلي، كان هذا الشارع مسكنا له والآن يحتضن جثته فقط. الملقية هنا، فشلت كل المحاولات في السابق لإسعافه وإنقاذ حياته، وحتى بعد موته فشلوا أيضا بانتشال الجثة. هذا ليس سوى نموذج واحد لما يحدث هنا، ففي منطقة الضباب ترتكب الميليشيا الكثيرة والكثير، تستمر المعارك فيها ولا تتوقف. فمنذ بداية الحرب كانت هي المنطقة الأكثر صمودا في تعز والأشرس في معاركها، لذا حرصت الميليشيا على محاصرتها بالكامل وتعزيز تواجدها باعتبارها البوابة الغربية للمدينة والجبهة المشتعلة، على الرغم من الحديث عن تثبيت وقف إطلاق النار الذي لم يتحقق أصلا حتى الآن. فلم يحدث أن اكتملت فيها هدنة أو شهدت هدوءا ولو نسبي.